احكي لنا شوي عن وليد، كيف كان؟ شو كانت امنياته؟ شو كان دائما يخبرك؟ شو يحكي لك؟ بصراحه نفسي استشهد من زمان، بقول يا رب اني اكون شهيد. انا بقيت اقول لا ما خليك عندي خلص، سبحان الله، الله اصطفى. كنت حابه نفسي اني اكمل توجيهي، بقول في اهم من التوجيه، خليني استشهد، اقول له لا خليك كمل توجيهي، خلص الله اصطفى عنده يا رب.